أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. بدأ عمليات الفرز باللجان العامة والفرعية. بدأت عمليات الفرز في جميع اللجان الانتخابية العامة والفرعية في الجولة الثانية لانتخابات الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عقب إغلاق اللجان في تمام الساعة 9 من مساء اليوم. وشهد صباح اليوم إدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في جولة الإعادة بمدرسة النموذجية الإعدادية بنات. وشهدت انتخابات المرحلة إقبالا ضعيفا، لكن المؤشرات المبدئية أكدت أنها أكثر من الإقبال على المرحلة الأولى. إسماعيل يغادر الرياض بعد أول اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي. غادر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له الرياض بعد عقد أول اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي اليوم. ووقع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي على وثيقة الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي المصري. نقيب الصحفيين ينفي ترشيح النقابة أسماء لعضوية مجلس النواب. نفى نقيب الصحفيين يحيى قلاش اليوم ترشيح النقابة أسماء صحفيين لعضوية مجلس النواب. وقال قلاش إن النقابة لم تتلقى من أي جهة حتى الآن ترشيح أحد، مؤكدا أن مجلس النقابة هو المؤسسة صاحبة الحق في اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إذا طلب منها ذلك. العليا للانتخابات تلقينا 36 شكوى جميعها متعلقة بمخالفات الدعاية. أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة تلقت 36 شكوى مبينا أن جميعها متعلق بمخالفات الدعاية. كما أعلن مروان أن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغ نحو 17500 ناخبا تقريبا. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غدا طقس معتدل شمالا دافئ جنوبا نهارا بارد ليلا، ويستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط. وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.